مئات الجزائريين تخلصوا من لحوم أضاحي العيد السنة الفارطة، لحوم مخضرة متعفنة تنبعث منها رائحة كريهة، واليوم يتخوف العديد من تكرار السيناريو ذاته. بنتي بعتته لي، قلت لك جيكو جيكو كومبلي، بايت حاشاكم الريحه تعطعط، واش درت له؟ ما كاش. جيراني صرات لهم اللي صابوا ابري ان جور اللي ذبحوه، صافي زرق لهم اللحم. حتبينا نخافوا، تشري كبش ب 5 ملايين 6 ملايين، بعد يخرج لك زرق ما تاكليش تضرميه. عجبينا اللي قلنا نسقسوا نشرو على واحد كونفيونس اللي نعرفوه باللي عنده كباش ملاح، زعما ما يغشناش. تساؤلات تلقاها الجزارون بحثا عن أجوبة مقنعة لسبب فساد لحوم الأضاحي بعد 24 ساعة من عملية الذبح. شروها تمشي نورمال تاكل، شرو ما يطيحها ما والو، وذبحوها ضحوا بها النهار الأول، داز اللي في دواره غرنوا كلاوه لاباس، الفريسه خلاها مع القمره كي أيها الناس. قدوا من ذاك لقاها خضرة، لقاها خضرة وفايحة، نداها رماها واللي جات سكتانا. حنا جامي صرانا وما يصرالناش، حنا نشريو المال عن الناس الحقيقيين، نشري أنايا معنتها من فاسون باري الماكينيو، عنده كارطة ماكينيو هو مربي. تغير لون لحوم الأضاحي من الأحمر الطازج إلى الأخضر المتعفن فتح الأبواب للعديد من التفسيرات. طريقة الذبح الخاطئة، عدم حفظ الذبيحة بطريقة سليمة، أو استهلاك الأغنام لمواد غير صالحة. حيوان كي تفاكسينا عنده أموا يأنجور باش يتسرح باش يجوز لاباطاج، سواء لابوشري سواء دار عرس سواء التضحية، أي حاجة يحصل باش يجوز لاباطاج صافي لازم أموا يأنجور. قبل الأموا ينجر ممنوع باش يتذبح، خاطر يتذبح يزرق له ويرميه. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بآراء المواطنين المستائين، بدورها جمعية حماية المستهلك تسعى من خلال منشوراتها إلى توجيه المواطنين لتفادي الخسائر مجددا. ما نسعى إليه هو أن يتحصل كل زبون على وصل المعاملات التجارية لبون، هذا الوصل الذي سوف يحمي حقوقه والذي سيبين الموال الحقيقي من السمسار ومن الوسيط. حاولنا التواصل مع مديريات المصالح البيطرية، لم نستطع يعني استثمار جميع المعطيات التي جمعناها خاصة في 2017 لأجل الوصول إلى الحقيقة، وكانت عندنا معطيات مهمة جدا لو تم استثمارها لكنا بلا شك نصل إلى مسببات هذا الأمر. للاستفسار عن سير التحقيق الذي أطلقته وزارة الفلاحة، توجهنا إلى مصلحة البيطرة بالوزارة. النتائج لم يكشف عنها بعد، ولكن المعطيات الأولية ترجح عدة عوامل كانت السبب في فساد لحوم الأضاحي. فيه توسيع أو استمرارية في التحقيقات التي جرت، وإنما أنا قلت أكد أن المعطيات التي هي في حوزتنا تؤشر إلى أن إخضرار اللحم اللي هو نوع من أنواع التعفن في الحقيقة اللي هو ميكروبيولوجي يعني، وما لدينا من معطيات تقول أن عدم احترام قواعد النظافة، عدم احترام طريقة الذبح، عدم احترام الإجراءات أو الشروط الصحية ما قبل الذبح. اقتناء الأضحية من نقاط البيع المعتمدة يضمن سلامتها، غير أن نقابة البياطرة تؤكد أن نقص عددهم يؤثر سلباً على عملية الفحص والمراقبة. نقص في عدد الأطباء البياطرة باش يكونوا على مدار السنة سور لو تيران، باش يديروا البحث، باش يديروا لا بروسبكسيون، التفتيش، المراقبه، خدمه يعني على مدار السنه يوميا. هذا اللي يخلي نو سولمون البيطري يتحكم اكزاكتومون واش راه صاري واش راه يصرى، الاغنام تاعنا واش راهي تاكل، وين راهي تتربى.
هاجس خوف انتاب الجزائريين أياماً قبل بلوغ عيد الأضحى، المسؤولية مشتركة لتفادي تكرار إشكالية لم يكشف بعد عن أسبابها الحقيقية. فهل ستسلم أضحية هذا العيد؟